السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نشوف لو انا عايز اخد سيكشن في قلب الكوبري دوت، فممكن اعمل سيلكت كده واروح ده سلايد كليك واقول له انا عايز اشوف الكليبنج بلان، فيبدأ يضيفولي يقول لي عايز تضيفه في اي حتة. فمثلا هضيفه هنا كده، خد سيكشن. طيب عايز انا اشوف السيكشن بشكل افضل، هدوس هنا يبدأ يظهر معايا، معمول له الاين للكاميرا. ممكن اقول له اعكسهولي، يعني اعكسهولي يعني اظهره لي الناحية التانية، تمام. وتقدر ان انت تتحكم في السهم هنا، ممكن تقول لا طب انا عايز اعكسه الناحية، ارجعه تاني بقى مكانه. ممكن اعمل له اوفست الزاوية اللي انا عايزها، او السهم الاحمر بيكون افضل. ممكن اعمل ديليت. لما اخلص ممكن الغي السكشن. طيب ممكن اجي مثلا على الجزء ده اللي فوق، ادوس رايت كليك وتقول له مثلا انت عايز تعمل دوبليكيت. هنيجي هنا هتلاقي عندك هنا ان انت تقدر تضيف كيرف، تقدر تضيف المعلومات الخاصة بالديزاين سبيد، بالرود جيومتري. ممكن تزود معلومات خاصة مثلا بالسوبر الفيجن، هتلاقي ظهرت معاك هنا، ممكن نفيها. ممكن نقول له احنا عايزين نشوف الستيشن في البروفايل، نقدر نظهرها برضو من فوق هنا. طيب لو انا بقى عايز اضيف حاجة معينة، مثلا وليكن ان انا عايز اضيف مثلا تانل، فاقول له ات استراكشر تانل، هبدأ اقول له انا عايز التانل بتاعي من الحتة دي مثلا، وامشي بيه مثلا لحد هنا. خلي بالك ان هو بيحسب حاجات، فممكن مثلا لو جيت هنا يقول لك لا انفاليد لوكيشن مش ينفع. طيب انا عايزه مثلا في الجزئيه دي لحد هنا، يبدا هو. وتقدر تتحكم طبعا في الستارت ستيشن واللينس بتاعه قد ايه. فيبدا يظهر معاك التانل بالشكل دوت، وفي اي لحظه تقدر تعدل الارقام لو انت حابب، ماشي. ممكن تعدل برضو الخصائص كلها موجوده اهي، تقدر تعدل اي داتا انت عايزها. ولو في كميات عايز تحسبها هتدوس هنا، وهتلاقي الكوانتيتي يبدأ يجيب لك الحاجات، الحساب بتاعتك الكونكريت قد ايه، الستيل قد ايه، كل حاجة.